ولكن في جزء مهم جدا متعلق بقى بالترتيبات الامنيه لمباراه الاهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري الابطال. النهارده رجال الامن كان اجروا بروفا في استاد القاهره على تامين مباراه الاهلي والوداد في نهائي افريقيا اللي هتتلعب بكره ان شاء الله الساعه 9 بتوقيت القاهره. الامن وضع خطه محكمه لتامين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وكل الضيوف، وكمان تامين ممرات اللاعبين وخلق اجواء امنه للجميع للخروج بالمباراه لبر الامان. وتم وضع قائمه محظورات للجماهير، اكيد الكل بقى عارفها عشان ما تتكررش بعض الاخطاء اللي كانت في بعض المباريات السابقه. ولكن في تفاصيل اكتر وتفاصيل مهمه جدا، لذلك بينضم لي في هذه اللحظات العميد محمود القاضي مسؤول الاطقم الامنيه للمجموعه الافريقيه لتامين مباراه ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. سياده العميد محمود القاضي، مساء الفل على حضرتك. استاذ محمد، مساء الفل على حضرتك، واهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. يا رب تكون الامور كلها تمام وبخير ان شاء الله. والله الحمد لله، زي ما حضرتك اشرت احنا انهينا من ساعات قليله يعني اخر اللمسات والبروفات النهائيه، وتم مراجعه يعني الاجراءات والخطط الخاصه بتامين المباراه، وان شاء الله المباراه تخرج طليق بسمعه الكره المصريه وطليق بسمعه النادي الاهلي العريق باذن الله. طيب اشرح لنا بقى الاستعدادات الامنيه لتامين المباراه وكيفيه دخول الجماهير والابواب المخصصه لكل فئه حسب درجه التذاكر. تمام، هو طبعا بكره ان شاء الله المباراه يعني مصرح لها بحضور جماهيري 50,000 مشجع، تم توزيعهم على الدرجات المختلفه للاستاد. هنبدا بمدرج الدرجه الثالثه شمال، ده المدرج المحبب لجمهور النادي الاهلي، ودول حضرتك هيدخلوا من باب صلاح سالم، الباب المطل على شارع صلاح سالم، ومنه مباشرة إلى أبواب الترمستايل الخاصة بالمدرج. الفئة الثانية المصرح لها بالتواجد هو الدرجة الثانية الموحدة، ودول برضو هيدخلوا من نفس الباب، باب صلاح سالم، ومنه إلى مسار داخلي من داخل الاستاد حتى الوصول إلى ترمستايل الخاص بمدرج الدرجة الثانية. يبقى جمهور النادي الأهلي اللي حاجز تذكرة درجة الثالثة شمال أو الدرجة الثانية عليه التواجد أمام باب صلاح سالم ومنه إلى المدرجات مباشرة. بالنسبة لجمهور النادي الأهلي اللي حاجز الدرجة الثالثة يمين، مخصص لجماهير النادي الأهلي اللي هتدخل الدرجة الثالثة يمين دخولها من باب النصر، وباب النصر هو الباب المطل على الشارع الرئيسي للنصر بجوار نادي الزهور، ومن خلال هذا الباب هيتوجهوا مباشرة إلى أبواب الترمستايل الخاصة بمدرج الدرجة الثالثة شمال. هيتبقى لنا جمهور النادي الأهلي اللي في الدرجة الأولى شمال، ودول هيدخلوا من بوابة آل رشدان، دي البوابة الرئيسية اللي هتدخل المقصورة الرئيسية سواء كانوا مدعوين أو جماهير حاجزة تذاكر في المقصورة أو في الدرجة الأولى شمال، دول هيدخلوا من الباب الرئيسي المطل على مسجد آل رشدان ومنه مباشرة إلى الدرجة الأولى شمال أو المقصورة الرئيسية. هيتبقى لنا جمهور الضيف الخاص بنادي الوداد، مخصص ليهم الدرجة الأولى العلوية أعلى المقصورة، ودول برضو هيدخلوا أستاذ محمد من باب آل رشدان، ومحدد ليهم مسار مخصوص مخصص ليهم من باب آل رشدان حتى التواجد في أعلى المقصورة في الدرجة الأولى العلوية. أكيد دي كده خطة دخول الجماهير إلى مدرجات الاستاد. طيب إحنا وسيادة العميد معانا على الهوا زي ما أنتم شايفين على الشاشة، يمكن دي لقطات حية وبث مباشر من استاد القاهرة الدولي لاستعدادات تجارية لتحضير الاستاد لمباراة الغد، ويمكن بعد أقل من نصف ساعة إن شاء الله كمان الأهلي هيبدأ تدريبه الرئيسي. شفنا ميشيل يانكون، شفنا عدد من أفراد الجهاز المعاون عشان يستعدوا لأداء المران الختامي على استاد القاهرة الدولي طبقا للبروتوكول اللي حدده الاتحاد الإفريقي. طب سيادة العميد، متى يتم فتح أبواب الاستاد أمام الجماهير؟ إن شاء الله المباراة بكرة في تمام 9 مساء، فتح الأبواب هيبقى اعتبارا من الساعة 2 بعد الظهر، وفي وقت طويل جدا من الساعة 2 حتى الساعة 9، الوقت ده كله متاح أمام الجماهير للتواجد على الأبواب، وإن شاء الله بكرة تكون في سلاسة ويسر في الدخول حتى الوصول إلى المدرجات.
طيب ممكن نتكلم على قائمة الممنوعات المحظورات. والممنوعات. يعني طبعا احنا الحمد لله جماهير النادي الاهلي عودتنا في الماتشات السابقة على الالتزام والظهور بالمظهر المشرف اللي يليق بسمعة الكرة المصرية وعرافة النادي الاهلي، فانا ما بحبش اقول محظورات وممنوعات، ولكن احنا بنأكد على ان اي حاجة هتدخل في صحبة الجماهير ممكن تسبب اذى فهي ممنوعة. على سبيل المثال وليس الحصر، الشعلات الحرارية اللي هي الشماريخ أو أي حاجة ممكن تحدث لهب، الولعات اللي هي ممكن البرفيوم اللي هو الحاجات العطرية اللي فيها مزيل عرق أو حاجة بتحدث لهب، أي حاجة من شأنها بتحدث لهب فهي ممنوعة. ممكن لو في أي حاجة معلبة مغلقة سواء كانت مأكولات أو مشروبات، دي ممكن إلقائها على أرض الملعب تسبب أذى للعيبة أو تسبب أذى للجماهير، فدي برضو من ضمن الممنوعات. بالإضافة إلى لو أي لافتات مسيئة أو أي شعارات بذيئة أو أي حاجة تحمل نوع من المواد الدعائية فدي برضو ممنوعة. أكيد. بالإضافة إلى الباور بانك، الشواحن، الأسلاك الكهربائية فدي برضو من الممنوعات. أعتقد أن جماهير الكرة المصرية وبخاصة جماهير النادي الأهلي بقت على دراية كاملة جدا بموضوع المسموح واللي مش مسموح، وده بيبقى ظاهر من خلال تعامل الشركة الإفريقية مع الجماهير على البوابات. احنا لو حضرتك نلاحظ في مباراة الأهلي السابقة أمام الهلال السوداني وأمام الرجاء وأمام الترجي لم يتم رصد أي مخالفة، يعني مخالفات تكاد لا تذكر، وده إن دل على شيء يدل على وعي جمهور النادي الأهلي العظيم. وأنا من خلال برنامج حضرتك بحب أتوجه بالشكر لشباب الجماهير والمشجعين اللي بيترددوا على الاستاد. الحقيقة يعني احنا بنشهد في الفترة الأخيرة حالة من الانضباط والالتزام والوعي الكامل من الجماهير، وده اللي بيعود على مظهر وشكل المباراة وخروجها بالشكل اللائق، لأن مفيش أمن من غير التزام. أكيد. يعني أكيد. عنصر أساسي من عناصر التأمين هي التزام ووعي الجماهير. فأنا الحقيقة بشكر جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية اللي بتتردد على المباريات وتشجيع المباريات. بإذن الله. سيادة العميد محمود القاضي، مسؤول الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية لتأمين نهائي دوري الأبطال الإفريقي، شكرا جزيلا لحضرتك وكل التوفيق لرجال الأمن ولجماهير النادي الأهلي ولكل المعنيين بمباراة الغد إن شاء الله، بالتوفيق للخروج للمباراة بشكل جيد جدا يعبر دائما وأبدا عن الشكل الحضاري للكرة المصرية في السنوات الأخيرة. حاجة أخيرة قبل ما أطلع لفاصل، وانا عارف جمهور الاهلي فاهم الجزئيه دي كويس جدا. سياده العميد قال البوابات هتفتح من الساعه 2 لغايه ميعاد بدايه المباراه الساعه 9، عايز تحضر من الساعه 2 مفيش مشكله، تيجي الساعه 4 كويس، 5 6 كل ده كويس جدا، ولكن التشجيع من اول صفاره الحكم الليبي معتز الشلماني حتى صافره النهايه، تشجيعك كله في ال 90 دقيقه بس، قبل كده اتحرك براحتك واقعد زي ما انت عايز في الاستاد واعتبر ده يوم خروج او فسحه للاسره وللعائله وكله تمام، ولكن مع بداية المباراة عايز افتكر اول ربع ساعة اللي حصلت في مباراة الاهلي والقطن الكاميروني في فاينل 2008. الربع ساعة دي اللي كانت كفيلة ان الاهلي يفوز بدوري ابطال افريقيا عام 2008، هدفين خلصوا المباراة وانهوا المباراة قبل ما تسافر للكاميرون، والربع ساعة دي تحديدا خلت الاتحاد الافريقي يدي افضل جايزة لجمهور في هذا العام كانت لجمهور النادي الاهلي. نتذكر التاريخ كويس جدا لان الاهلي تاريخه كبير في البطولات الافريقية. من التسعين دقيقة شجع وآزر ودعم، واحنا كلنا عارفين وكل الأشقاء عارفين استاد القاهرة اسمه استاد الرعب، مع كامل احترامي لأي ملعب في أي مكان في إفريقيا، استاد القاهرة معروف للجميع أنه استاد الرعب. عايزين نرجع المسمى ده ونفكر الناس أن استاد القاهرة ما زال هو استاد الرعب، نكسب ونلعب وإن شاء الله بإذن الله لقاء الذهاب هيكون فتحة خير قبل السفر إلى المغرب ومواجهة الإياب إن شاء الله يوم الأحد المقبل الساعة 10 بتوقيت القاهرة. لعل